النهارده معانا ال W212 ال E250 الفيس ليفت، وانا واقف هنا مخصوص عشان اوريكم E250. كتير منكم قوي طلب العربيه دي، تعالوا نشوف ايه حكايتها. يلا بينا. وكالعاده اول حاجه نبتدي بيها هي تمن العربيه. تمن العربيه دي 2015 E250 فيس ليفت W212 اللي هي الموتور ال 2000 سي سي، تمنها حوالي 1.5 مليون. طيب دي مش اول W212 فيس ليفت نعملها على القناه، ولكن دي اول 250. تعالوا نراجع مواصفه العربيه. اكزيكتيف سيدان، سيدان فخم من مرسيدس، وزي ما انتم عارفين القصه بتاعت ال W212 الفيس ليفت اللي هي كان تغيير جذري كبير في العربيه بالنسبه للي قبل الفيس ليفت. طول العربية هنا تقريبا 4.9 متر، قاعة العجلات 2.870 متر تقريبا. الموتور هنا 2000 سي سي اللي بيولد 211 بي اس و 350 نيوتن متر، ارقام قوية ولذيذة يعني. واصلين على نقل الحركة السبعة جي ترونيك، السبعة نقلات المالتي كلتش بتاع مرسيدس. طبعا عربية جر خلفي، ومفروض بيقولوا انها بتتسارع من 0 ل 100 في 7.17 سكندة. التعليق الامامي بتاع العربيه ماكفيرسون، والخلفي هنا طبعا مالتي لينك مرسيدس فخمه، ودي النسخه كمان الاي ام جي. كل مره بتفرج على W212 فيس ليفت بستغرب ازاي ليها علاقه اصلا باللي قبل الفيس ليفت. وقلت لكم القصه، قلت لكم قد كده صرفوا فلوس عشان يخلوا مرسيدس تنافس اكتر مع بي ام دبليو في التصميم الرياضي اكتر، العصري اكتر، اللي هو ايه، كانت بي ام دبليو واكلاه في الحته دي. فكانت دي محاوله جد منهم ان تقريبا العربيه اتبدلت بالكامل من تحت. اوكي، ما زالت هي هي، ولكن الشكل الخارجي تغيير جذري بالنسبه للفيس ليفت. بالنسبه لي ده واحد من اكتر التغييرات الجذريه. ولكن لو بصيتوا برضو على العربيه من قدام، اول حاجه بتعجبني جدا هي الشبكه. شبكه قويه قوي كده، والنجمه كبيره قوي، والطقم الجناحين اللي من هنا شكلها حلو جدا. وطبعا الانوار زي ما انتم شايفين، الدي تايم راننج لايتس شكلها حلو، غاضبين برضو عاملينهم زي ما يكونوا مكشرين. والانوار بتاعه الاشاره هنا ال اي دي منفصلين عن بعض. طبعا كان وقتها لسه ال اي دي بدعه. برضو بصوا على الاكسدام من تحت، في حته سبليتر بالكروم برضو، عامل زي السكينه السبليتر ده. الشكل كله على بعضه كلاسيك، ولكن عرفوا يغيروه يخلوه رياضي اكتر بكام حركه كده واضحه في العربيه. وده الموتور ال 2000 سي سي التيربو اللي بيولد هنا في حاله العربيه 211 بي اس، اللي هي 208 حصان و 350 نيوتن متر. قبل الفيس ليفت كان الموتور 1800، وبرده كانوا بيسموها 250، وكان بيولد ارقام اقل شويه بالذات في العزم يعني. لكن طبعا ده موتور اعفى واقوى واظرف على العربيه بهذا الحجم يعني، مفيش شك. ومن الجنب مفيش حاجه اتغيرت من قبل الفيس ليفت زي ما انتم عارفين برضو، والوان بو ديزاين بتاع مرسيدس اللي هو الخط ماشي في الاوكر كلها من هنا. وعندي هنا عتب رياضي لو واخدين بالكم مع كاوتش، شكلها اجمد اكيد. ولو اتفرجنا على الكاوتش الامامي، طبعا العربيه هنا واخده النسخه الاي ام جي، الكاوتش هنا 245/40/18، وزي ما انتم شايفين كروس دريلد رياضيه. اما بالنسبه للعجل الخلفي فهو ستاجرد اعرض من الامامي، 265 بروفايل رياضي اكتر كمان، 35 بس 18 بوصه برضو. من الدار اول حاجه هتاخدوا بالكم منها ايه؟ اللوحه، رعب. لايقه على مرسيدس السوداء. والانوار هنا برضو ال اي دي، والاشاره ال اي دي زي ما انتم شايفين، وهنا اي 250. والحمد لله الشكمانات هنا حقيقيه مش عيره زي ما بقينا نشوف دلوقتي. وشكل برضو كلاسيك بالحته الكروم دي، وطبعا في ستاير من جوه، والانتنه بتاعت مرسيدس. تعالوا نتفرج على العربيه من قدام. مفيش شك الاجيال دي كلها المواد المستخدمه ومستوى التقفيل كان احسن بكتير. طبعا هنا جلد كله سوفت حلو قوي الحته دي كلها، والحته ياها دي واخدين بالكم مفيش طقطقه تقريبا زي دلوقتي. لو العربيات الجديده بيستخدموا فيها خشب فالحته دي تلاقي بتطقطق، هنا التقفيل قوي جدا. وطبعا اسفل برده كلها مواد سكويدجي يعني، بتاخد وتدي في الحته دي. عجله القياده هنا AMG مبططة من تحت 3 سبوك، فيها مالتي فانكشن برضو. النظام بتاع الترفيه وقتها كان كوماند مش تاتش بالكنترولر اللي من هنا، ولكن الشياكة بتاعت الساعة الحلوة اللي حواليها الكروم برضو. طبعا وقتها التليفونات كانت مهمة جدا، فعندي كي باد، وهنا السيطرة على نظام الترفيه بزراير إضافية زائد ده. وكالعادة الحتة التحتانية خالص بتاعت التكييف، هنا طبعا التكييف 3 زون، لأن يعني في زون خلفية ورا كمان. ولكن باقي التابلو كلاسيك مرسيدس بتاع الفترة،
المراية هنا تعتيم إلكتروني برضو، وعندي فتحة سقف بانورامية كبيرة في العربية دي، الجزء ده اللي بيفتح، الجزء الخلفي ثابت. لكن المواد طبعا كلها بريميوم. من هنا زي ما انت شايفين عندي كاب هولدرز وطفاية كالعادة، ومن هنا تفتح كالعادة مرسيدس، تفتح لك الحتة دي تجيب لك مكان تخزين كبير، في مخرج USB والستارت ستوب، والعربية فيها كومفورت أكسس على فكرة برضو، ودرج التابلو مقسوم على حتتين ومتبطن بالجوخ، احساس حلو قوي. الجوخ بتاعهم حلو قوي. شاشه لوحه العدادات اللي قدامك مقسومه 3 اجزاء، والجزء الوسطاني فيها شاشه صغيره ديجيتال من الوان شكلها حلو برضو، والنقاء بتاعها كويس. النظام بتاع كوماند تعالوا نتفرج عليه بسرعه جدا، وادي الشاشه بتاعه كوماند، واخدين بالكم هي فيها نافيجيشن شغال، وبعد كده ممكن تنقل الراديو اوكي تليفون. وطبعا فيها ديسكات والنافيجيشن والراديو ترجع له تاني وكل حاجه، طبعا من النظام بتاع كوماند الرجوع وتتحرك في المنيو، واخدين بالكم من فوق. كنت وريت لكم كوماند في كذا جيل من الاجيال دي، سهل الاستخدام نسبيا، ويعني في تاتشات لذيذه. اما لوحه العدادات فزي ما انتم شايفين ممكن تعدي في كذا منيو فيهم. تعالوا نشوف الاستهلاك، 13 لتر في الرحله اللي هي الاخيره اللي انا سايقها. الاستهلاك الاجمالي على الرحله الاطول مش قليل، 10.6 بس، واخدين بالكم متوسط السرعه واطي جدا، تالف في فانكشنز مش قليله لذيذه يعني. تعالوا نشوف الكنبه الخلفيه اوكي، والمساحات قفله الباب برضو مؤثره. انا مطلع الكرسي ده قدامي قاعه العجلات تقريبا يعني داخله على 2.9 اقل شويه، ولكن طبعا المواد في مرسيدس بريميوم، الكرسي جلد، وان كان الكنبه ناشفه شويه مش زي دلوقتي برضو اي في، ممكن تلاقي حاجات قطرة شويه، لكن عندك مساند، وكمان عندك واخدين بالكم دول زائد ورا برضو، وعندي فتحات تكييف في القايم، ودي حاجه حلوه مكان اعلق فيه حاجتي هنا. وطبعا كالعاده دول شيك جدا وبالجلد، والمسند بتاع مرسيدس متبطن بالجوخ، و الكاب هولدرز ما بتفتحش لغايه الاخر، السوسته مش واو يعني، بس برضو الكاب هولدرز مقربه جدا بس ممتازه على فكره عشان تبقوا عارفين. ما فيهاش الحته بتاعه القلم، عارفين اللي هي الثانيه في نوع كده بيفتح من كده، كانوا غيروا النوع شويه اوكي نايس. وعندي هنا التكييف، التكييف هنا زي ما انتوا عارفين وشايفين في شاشه صغيره كده فيها زون بتاعه الحراره والمروحه، ومن تحت كالعاده عندي الطفايه اهم حاجه في الكوكب. ولكن برضو عندي نفق ضخم جدا، يعني هي اقعد فيها اتنين مستريح، ليموزين بقى، وتطلع الكرسي ده مش مهم بقى اللي قاعد قدامك وخلاص كده، شكرا. طيب تعالوا نسوق الـ E250، هيا بنا. لسه من كام يوم برضو كذا تعليق كاتبين فين الاي 250، معرفش ليه ال 2015 اوكي. اول تعليق الحته دي عاليه شويه وناشفه شويه، بس حضرتك عشان الالمان دقاق جدا، هو مش عايزك تسند هنا وعايزك تسند هنا تحت على المسند، فانا هبقى ملتزم. المسند طبعا جلد، بس برضو ملحوظه على الجلد كله في العربيه، ما هوش طري قوي، ناشف شويه عشان كده صلب قوي ماسك نفسه. انا حطيتها في المود الرياضيه على طول في الاس، مفروض بيقولوا العربيه بتعمل 0-100 في 7 ثواني وشويه. تعالوا نجرب على الطريق هناك طبعا مقفول. صوت الموتور مش وحش، ولو اني شاكك احتمال يكون بيلعب شويه او بيعظم شويه في الكابينه، مش متاكد قوي، بس في الاول كده محسسني ان هو بيلعب شويه، كانوا ممكن يكونوا ابتدوا في الحركات القرعه دي. مرسيدس سواقتها ايه؟ هادية جدا، فاتحة بانورامية كبيرة مذهلة حقيقة يعني، حلوة قوي، وبتدي براح في عربية ليموزين شيك، هي عايزة حد قاعد ورا مستريح وانت تسوقها طبعا مفيش شك. فيها بادل شيفترز العربية برضو، دي حاجة لذيذة جدا. السبعة جي ترونيك حلو، مالتي كلاتش، ممكن اسقط نقلة على طول برضو، دايما هو في النقلات اللي لما بتيجي تسقط بيبقى مريح شوية. الموتور فيه عزم كافي جدا، 350 نيوتن متر حلوين يعني.
حلوين، اداء العربيه حلو طبعا على الطريق مفيش شك. العربيه دي بعينها غالبا فيها الجنوط محتاجه استعدال، لان فيها كده ايه هزه خفيفه في عجله القياده، ما هياش بتاعه الاتزان. ليه الاتزان؟ ممكن تبان لك على سرعه وبعد كده تروح، لما تحس انها الاهتزاز ده موجود على كل السرعات. واحدة من الحاجات اللي ممكن تبص عليها الاول هي الجنط نفسه، لان انتوا عارفين الجنوط اللي بيركب عليها البروفايلات الجريئه زي دي 35 ورا و40 قدام، يعني فيش حاجه تحمي الجنط نفسه في الخبطات الجامده، فهو نفس الجنط برضو ايه الاستداره بتاعته ما بتبقاش 100 100، يعني مع الوقت لازم يستعدل. ولكن طبعا العربية في الأساس مريحة، وإن كان الكاوتش اللي فيها برضو هنا البروفايل واطي، ففي المطبات شوية على غير أخلاق مرسيدس، يعني بتدبدب شوية، ولكن برضو واثقة في الملفات قوي، يعني فيها يدوب كده حركة خفيفة قوي، برضو هي مازالت محتفظة بالروح بتاعت الراحة. خدوا بالكم دي كانت لسه في بداية التغيير في التفكير، يعني كانوا عايزين يخلوا حاجة رياضية أكتر. وزي ما انتوا عارفين هي في الاساس نفس المكونات بتاعت ال 212 قبل الفيس ليفت. اللي سمعتوه ده كان التحذير، بتقول لي انقل عشان انت متاخر عليا قوي. طبعا هي مرسيدس برضو بتحب الحاجات ايه تبقى يعني اب شيفت، ما تستناش من فضلك. في الملفات العربيه كبيره بس برضو التوجيه حلو. طبعا بي ام دبليو ألذ شويه في التوجيه، شويه في الجيل ده مقارنه الجيل الخامس، يمكن هي او الفايف سيريز، مش الجيل الخامس، ايه اللي انا بقوله يا جماعه، فايف سيريز طول عمرها رياضيه اكتر شويه، ودي طول عمرها اريح شويه، والمعادله تقريبا ما بتتغيرش. وان كان ابتدوا يقربوا اكتر لبعض، يعني كل ما الاجيال بتتقدم كل ما الفروقات بتقل قوي، يبقى بس فاضل التصميم الخارجي والتكنولوجيا وازاي بيقدم لك التكنولوجيا جوه العربيه. لكن كل ما الاجيال بتتقدم كل ما الفروقات اللي بينهم بتقل قوي الحقيقه. في عزم كفايه الموتور مفيش شك، وكعاده كل عربيات مرسيدس تلاقيهم معمولين للاوتوبان يجروا. لو اتفرجتوا على الحلقه بتاعه جو هو على الاوتوبان في الحتت المفتوحه، كان عربيه ثابته جدا مفيش شك. عزل الصوت عند السرعه دي مش وحش ابدا، عزل الصوت في العربيه كويس، ولو قفلت ده كمان هيتحسن شويه، مش كتير بس هيتحسن شويه. مريحه طبعا جدا مفيش شك، لكن لازم صاحب العربيه يراجع على الجنوط لانها اتبهدلت من المطبات. وطبعا ثقه برضو في الملفات خالص، واثقه من نفسها جدا العربيه دي، كل عربياتهم طبعا مفيش كلام. يعني ثقة برضو ان انا اخد الملف على سرعة عالية، تعالوا نجرب. نحاول نعظم الملف على قد ما نقدر، كبيرة برضو العربية كبيرة بتتمايل شوية، البدن بيتمايل شوية، بس أنا طبعا مزودة عليه قوي، بس برضو تلمها حلو. يعني المفاجأة بقى إنها في المطبات فعلا ناشفة، سمعتوا الدبة دي ناشفة، البروفايل ده ظالمها شوية، زائد ممكن بس مش متأكد 100% انه انتوا عارفين ان الباكجز بتاعت اي ام جي وام عشان يخلوها زي اي ام جي او اي ام جي لايت او ام لايت، ممكن يخلي المساعدين انشف شويه، يخلوا العربيه طابعها رياضي اكتر شويه، دي بقينا بنشوفها، بس مش متاكد الجيل ده الاي ام جي كانت بتشمل انها تخلي المساعدين انشف. انا احساسي المساعدين انشف شويه، زائد البروفايل مخليها حاده جدا. تعالوا نجرب التسارع ونشوف هنوصل للسبعة أو واحد من عشرة أو سبعة، أنا راضي بأي حاجة أقل من تمانية يا جماعة.
تعالوا يا جماعه نعمل تجربه التسارع. انا قفلت الثبات الالكتروني وهنشوف العربيه هتادي ازاي. بيقولوا 7 ثواني مش شويه، رقم حلو يعني على عربيه طن 800. انا ما قلتش وزنها، ده وزنها على فكره بالمناسبه. تعالوا نجرب، يلا حطها في الدرايف وحطيناها في سبورت، نقفل الازاز عشان الهواء ما ياثرش على التسارع. شكلها كده 8 ده اكتر كمان، اوه 7 69، حلو جدا حلو جدا. تعالوا نشوف السرعة القصوى، شارع مقفول، ودي البريكنج بوينت، هما التوبتين دول. ايوه قبل المطب. تمام، تعالوا نعمل واحدة كمان، ندي لها بوست اعنف شوية، فركت شوية. رجلي على الآخر خالص، فركة طبعا. 7 66 أحسن، تانية كانت 69. محافظة على المبدأ هي العربية مفيش شك، برضو ده رقمها القريب. طبعا ممكن كاوتش، ممكن حاجات زي كده، بس أنا حاسس 7.1 رقم مبالغ فيه، أو يمكن ببقى بنزين أوروبي ممكن برضو. اوكي، وزي ما شفتوا العربية بتتسرع كويس جدا، عربية تقيلة ويعني كبيرة، ومع ذلك 7.6 ومحافظة على المبدأ جامد جدا زي الألمان. ولكن برضو زي ما تعودنا من مرسيدس دايما أرقامهم بتبقى أقل شوية، أو زي اللي بيعلنوا عنه بي ام دبليو، دايما هم اللي بيفرقوا جامد عشان بي ام دبليو دايما بيغشوا في الهورس باور، يقول لك العربية دي 330، ما تطلعش 330 خالص، كل عربياتهم دايما بيبقى أكتر من الحقيقي. مرسيدس بموتور صغير بالنسبة لهم، ولو ان دلوقتي هم اصبحوا ابطال المواتير الصغيرة. يعني بصوا على 2000 سي سي اللي نازل في السي 63 الهايبريد، مش عارف بيولد كام حصان لوحده، علوا الرقم قوي، وطبعا مع الهايبريد سيستم بتوصل 700 وحاجة حصان. ولكن طبعا العربية دي غالبا مش هنشوفها ابدا في مصر، لانها هتبقى محتاجة اوكتين 99.9، فهتحتاج اوكتين نقي جدا. العربية دي جميلة، كلاسيك، حلوة جدا، الانتقادات قليلة جدا اللي فيها، هي بس الانتقاد الوحيد ان الفرش ناشف شوية، الجلد ناشف شويتين، لكن برضو مرسيدس مريحة، واكيد هم قصدنا تبقى ناشفة شوية عشان تحافظ على صحة ظهرك وجسمك في المسافات الطويلة. انتوا عارفين الطريق مش كويس قوي، هو الاحسن هو الانشف سنة، ولكن احنا الايام دي اتعودنا على الكراسي الحاضنه اكتر. طبعا الكرسي جميل، كل حاجه جميله في العربيه، ما عنديش اي انتقادات عليها. بالنسبه للاستهلاك هو ده اللي الرقم اللي مفاجئ شويه، ولكن برضو عربيه تقيله، وزي ما شفتوا متوسط السرعه كان كله 29 كيلو، ده للرحله الكبيره، فده معناه ان هو صاحب العربيه بيتحرك بيها مشاوير زحمه، فطبعا الاستهلاك هيعلى. ولكن قيادتها جميلة، كلاسيك من جوه، محتاجة شوية تحديث في الكوماند سيستم بتاعهم، يبقى فيه بقى أبل كار بلاي والحاجات دي كلها، ولكن كلاسيك مرسيدس شيك، محتفظة بحالتها كويس جدا، ومحتفظة بأدائها كويس جدا كمان. بس كده، لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.